سادت الفوضى مكتب الضمان الاجتماعي بجدة مع اقتراب نهاية الدوام ليوم أمس، وذلك إثر تعطل النظام الإلكتروني وتعطل مصالح المراجعين معه، والذين بدت أغلبيتهم من الطاعنين بالسن والعجزة على مدى يومين متتاليين. وكان أكثر من تواجدوا بالضمان اليوم أمس هم الراغبين بتجديد بطائقهم الضمانية لصرف مستحقاتهم قبيل عيد الفطر المبارك، إلا أنهم اصطدموا بعطل أرهقهم ومدير لا حول له ولا قوة أخبرهم عن عجزه صراحة بعبارة: أنا لست ساحرا ولا أملك عصا موسى، في إشارة منه إلى أن الانتظار إلى أجل غير مسمى. فادي نايف، جريدة المدينة.